وجه رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي الخاسر موسى مصطفى موسى التهنئة للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه الرجل المناسب لاستكمال مسيرة التنمية لما لديه من شعبية. كما شدد موسى على ضرورة التكاتف مع الرئيس السيسي من أجل النهوض بالبلاد. مصر لن يصيبها أي ضرر طالما وحدة شعبنا متماسكة والله الحارس والمعين في كل خطواتنا. أوجه الشكر لقضاة مصر الشامخ الذي استطاع استكمال هذه المسيرة الديمقراطية بكل حيادية وحافظ على حقوق المرشحين، وكان خير متابع للآليات وكافة لجان الاقتراع التي أثبتت أن حقوق المصريين لن يدير بها أحد. فشكرا لقضائنا العظيم، تحية للهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته من جهد عظيم في سبيل إنجاح هذه الانتخابات الشريفة والتي كانت نموذج يحتذى به كل العالم. أوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فاز بانتخابات الرئاسة 2018، فهو الرجل المناسب والذي يستطيع أن يكمل مسيرة هذا الشعب لما له من قدرات وفكر وثقة بالله تعطيه الإلهام والمحبة. وأؤكد له أننا سنكون متكاتفين معه بكافة إمكانياتنا لما يراه مطلوب في المرحلة القادمة لكي ننهض ببلدنا ونتصدى لكل أعداء وطننا. وفقك الله في كل خطواتك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم.